شما هو وورا وروحة قدشة العالمين آمين تشبحت لا لها بمرومي تشبحت لا لها بمرومي تشبحت لا لها بمرومي ما نرعش لا ما صورة طاوة لو لينا شا خلع الدان العالمين آمين أبي ربنا وإلهنا نحن ضعفاء بحنانك لكي نحتفل بهذه الأسرار المقدسة التي وهبتها لتجديد طبيعتنا البشرية وخلاصها برحمة ابنك الحبيب مارد خو للعالمين آمين أودي لخبع تربث هللويا 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 إيه هللويا نصليش لما نطبع بن مارا وعلى هنريحة هنيد وسيموتة حباق نهرا نوشاتا بدعث دشرارا نشتويت نقبل قليان برخ حبي ومش ميا ثم نوديلق وشبحا قد لاش الوضع تم خللت ملك العذراني خلطوين دتو ما روارو يدخل العالمين آمين لا خمار ادخل مودينا لا في شوم شيحم شفحينا دتم نحمان الطغرين التبارو قد نوشاثا طاول موداي الماريا والمزمار الأشماخ مريما لا خمار ادخل مودينا ولا خيشو امشي حمش بحينا دتم نحمان طبغرين والتبار قد نوشاثا شو حالا ولورا والروحات قدشة من عالم وذم العالم آمين وآمين لا خمار ادخل مودينا ولا خيشو امشي حمش بحينا دتم نحمان الضبغرين والتبار قد نوشا فهيا التما شرير ثم نحمان الطغرين والتبار قد طاوت نوشاثا ومن اطران من الحي والاخمار حياوينا حياوينا ونسكت ونشبع بخل عدا مارد خو للعالمين قديشا لها قديشا حلثنا قديشا لما يوثى افراح عليك سبحان ولورا ولروح القدشا قديشا لها
ربي شاح الثنا قلبي شلا ما يوثى افراحا عليه وذم العالم من ومن قلبي شلاها قلبي شاح الثنا قلبي شلا ما يوثى افراحا عليه الذي لا يموت يا من يسر بالسكنة في القديسين التفت يا رب ارحمنا كما ترحم كل حين يا رب الكل أيها الآب والابن والروح القدس إلى الآبد أنر عقولنا يا ربنا وإلهنا لننصت إلى كلماتك ونفهم وصاياك المحية والإلهية وهب لنا بنعمتك أن نجني منها المحبة والرجاء والخلاص لنفوسنا وأجسادنا فنرنم لك المجد يا رب الكل أيها الأب والابن والروح القدس إلى الأبد اجلسوا وانصتوا إلى سفر يشعيا بارخما مبارك الله رب الكل الذي أبنى الحكمة بتعليم المقدس فليفض رحمته على القارئة وعلى السامعين كل حين إلى الأبد اهتفي أيتها السماوات وابتهجي أيتها الأرض واندفعي بالهتاف أيتها الجبال فإن الرب قد عز شعبه ورحم بائسيه قالت صهيون تركني الرب ونسيني سيدي أتنسى المرأة رضيعها حتى ولو نسيت النساء فأنا لا أنساك ها أنا ذا على كفي نقشتك وأسوارك أمام عيني في كل حين بناؤك أسرع من هادميك ومخربوك يرحلون عنك ارفعي طرفك إلى ما حولك وانظري قد اجتمعوا كلهم وجاءوك حي أنا يقول الرب إنك تلبسينهم جميعا كالحلي وتتذنرين بهم كالعروس لأن أخربتك وقفارك وأرض دمارك تضيق الآن عن السكان والذين ابتلعوك يبتعدون وبنو ثتلك أيضا يقولون على مسمع منك المكان ضيق عني فافسحي لي لأسكن فتقولين في قلبك من ولد لي هؤلاء وأنا فتلة وعاقر ومجلوة ومنفية ومن رب هؤلاء وها أنا ذا تركت وحدي فهؤلاء أين كانوا هكذا قال السيد الرب ها أنا ذا أرفع إلى الأمم يدي وللشعوب أنصب رايتي فيأتون ببنيتي في حضونهم وبناتك يحملن على أكتافهم ويكون الملوك لتي مربين وأميراتهم لتي مرضعات وعلى وجوههم إلى الأرض يسجدون لتي ويلحسون تراب قدميك فتعلمين إني أنا الرب الذي لا يخزى منتظروه بارخما من رسالة بولس الرسول إلى أهل إفسس يقول يا إخوة بارخ ما لنورك المسيح بحكمة تعليم المقدسة ويجعلك مرآة نيرة لكل الذين ينصتون إليه من أجل هذا أنا أيضا منذ سمعت بإيمانكم بربنا يسوع المسيح ومحبتكم لجميع القديسين لا أزال أشكر من أجلكم وأذكركم في صلواتي لكي يعطيكم إلى ربنا يسوع المسيح أبو المجد روح الحكمة والوحي في معرفته فتستنير عيون قلوبكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته وما هو غنى مجد ميراثه في القديسين وما هو فرط عظمة قدرته فينا نحن المؤمنين بحسب عمل قوة قدرته الذي عمله في المسيح فأقامه من بين الأموات وأجلسه عن يمينه في السماوات فوق كل الرؤساء والسلاطين والقوات والسادات
وفوق كل اسم يسمى ليس في هذا العالم فقط بل في المستقبل أيضا، وأخضع كل شيء تحت قدميه، وإياه الذي هو فوق الكل جعل رأسا للكنيسة التي هي جسده وملء الذي يملأ الكل في كل شيء. لكن الله الغني بمراحمه من أجل حبه الكثير الذي أحبنا به، إذ كنا أمواتا بخطايانا وأحياء مع المسيح، وخلصنا بنعمته وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماوات. والنعمة والسلام مع جميعكم يا إخوتي، آمين. هللويا. تلاميذه: قليلا ولا ترونني، ثم قليلا وترونني، لأني منطلق إلى الآب. فقال تلاميذه بعضهم لبعض: ما هذا الذي قال لنا قليلا ولا ترونني ثم قليلا وترونني ولأني منطلق إلى الآب؟ وكانوا يقولون: هذا، ما هذا القليل الذي قال إنا لا ندري ما يتكلم به؟ أما يسوع فعلم أنهم يريدون أن يسألوه، فقال لهم: عن هذا يسائل بعضكم بعضا، لأني قلت لكم قليلا ولا ترونني ثم قليلا وترونني؟ الحق الحق أقول لكم، إنكم ستبكون وتنوحون والعالم يفرح وأنتم تحزنون، ولكن حزنكم يؤول إلى فرح. المرأة حين تلد تحزن لأنه قد حان يوم ميلادها، لكنها متى ولدت ابنا لا تذكر شدتها من أجل الفرح، لأنه قد ولد إنسان في العالم. وأنتم أيضا الآن حزانا، لكني ساراكم فتفرح قلوبكم، ولا ينزع أحد فرحكم منكم. وشوحا لا لها أمينا شوحا لمشي حمارا. بسم الله والابن والروح القدس، الإله واحد، آمين. أهلا وسهلا بكم بهذا النهار المبارك الطيب. ربنا يحميكم، ربنا يحفظكم دائما بالصحة والعافية، وآيات قيامة مباركة. حضرناكم بسعانين وذكرناكم بالصلاة بالقيامة بكنيستنا. ربنا يحميكم، ربنا يحفظكم جميعا. إنجيل اليوم قصة. هو يسوع جالس مع التلاميذ آخر فصول من إنجيل يوحنا اللي هي 13 14 15 16. هاي الفصول الأخيرة هي جلسة حوارية وداعية
بين يسوع والتلاميذ. إنجيل يوحنا اليوم. بينما إنجيل لوقا نشوف في هاي الفترة الإعلام ليسوع، لأن هذا هو فترة الإعلام بعد ما مصلوب هنا، بعد ما ماسكينه وينصلب هنا، دا يتكلم هاي التحضير، دا يهيئ التلاميذ أنه راح يصير هالشكل بابن البشر. بس التلاميذ ما دا يفهمون، والواقع مو بس التلاميذ ما دا يفهمون، الواقع احنا ما دا نفهم. ليه اليوم صرنا 2000 سنة يسوع اجا وراح، ما دا نفهم رسالتنا شن هي، ما دا نفهم يسوع شو يريد من عندنا، ما دا نفهم احنا شو نريد من يسوع، ما دا نفهم احنا شن نسوي بحياتنا. هل يا ترى نصير مثل توما ما نؤمن الا نشوف بعيننا، ام ننكر يسوع باعمالنا 3 مرات ننكر يسوع، ام نخون يسوع مع يهوذا؟ فموجودين هاي كلها في واقعنا اليوم الحالي. لهذا يسوع أحد الماضي قال لا تضطرب قلوبكم، لا تخافون، قالهم لا تضطرب. بعدين بالإيمان، شنو هذا الإيمان؟ الإيمان أنه لازم يكون عندي يقين كامل ومؤمن بأنه يسوع غلب الموت، وأنه يسوع هو حي عايش بيناتنا. اليوم يسوع قاعد مع تلاميذه يقول قليلا وترونني وقليلا لا ترونني. هاي اللاصق شو يسوي بعد يسوع خطية؟ إنجيل لوقا يقول يسوع في فترة قال لتلاميذه، هنا ده يقول يسوع لتلاميذه لا تضطرب قلوبكم أحد الماضي، اليوم قليلا ترونني وقليلا لا ترونني. في إنجيل لوقا هو ده يصير مع التلاميذ، بعد 2 من تلاميذ قالوا روح على هاي القرية لمقابلكم راح يشوفون حمارة وجحش وجيبوهم مع شنو هو، وبعدين ابن البشر نحن صاعدون إلى أورشليم، وابن البشر سوف يسلم بأيدي الكهنة والكتبة والفريسيين ويعذب ويصلب ويموت، ولكن في اليوم الثالث يقوم. تلاميذ فرحانين رايحين للسعانين، ولا كأنه إلى آذان صاغية ليسوع، كأنه ما سمعوا يسوع، لأنه أكو فرحة غمرتهم هاي الفرحة اللي ما خلتهم تفهم أنه يسوع رايح للموت، ما فهموها. لو كانوا رايح للموت وهم دايحون للموت يمكن ما كان يسعد السعانين يسوع، ما كان يروح على السعانين. واليوم في إنجيل يوحنا قاعدين، لوقا لما كتب إنجيله هو ما أحد تلاميذ يسوع، هو تلميذ التلميذ، بينما يوحنا هو أحد تلاميذ يسوع. هسه تقول معناته أبونا الإنجيل مالتنا هو غلط، إنجيل هو محرف، إنجيل أنت تقول لوقا هالشكل ده يقول ويوحنا هالشكل ده يقول، كل واحد ده يكتب يسوع من وجهة نظره، هاي وحدة. واثنين لمنه ده يحكي هذا الكلام؟ أي شعب مقابله؟ بينما يوحنا ده يكتب كلام يسوع حرف حرف، لأن كان كثير قريب من يسوع. لما ده يقول قليلا ترونني وقليلا لا ترونني، التلاميذ هنا أنا جالسين في تأمل، شكوا. قبل شوية قال، يعني قبل شوية قبل حديث مالته ويا التلاميذ، يعني معناته يمنا لحد الماضي كان، بس هو جلسة تقريبا طولت ساعات وياهم. أحد الماضي قال لا تضطرب قلوبكم، هسا ده يقول قليلا ترونني وقليلا لا ترونني، من يفهمون؟ هل قليلا ترونني معناته يعني هسا وياكم، وقليلا لا ترونني معناته سوف أموت وأدفن، لكن أكو قيامة. ما ننسى في حياة الإنسان أكو قيامة، معناته كل إنسان لما يقع لازم يعرف شلون يقوم. إذا يبقى في سقطته في وقعته في خطيئته هذا ما عنده خلاص، هذا دا يحارب الروح القدس الموجود في داخل كل واحد من عدنا. لازم أكو قيامة. هاي القيامة إذا ما حشناها ما حسينا بيها، وش وقت راح نحس بيها؟ لازم ندخل في آلام يسوع. الدخول ومشاركة هاي الآلام، عيش هاي الآلام، يلا راح نعيش فرح القيامة. فهاي الفترة القليلة قليلا وقليلا خلتهم في شك. يسوع عرف أنه رادوا يسألوه بس خافوا،
هنا التلاميذ ليش خافوا؟ 3 سنوات يمكن نقول ما هي كافية حتى يعرفون يسوع، فإذا عدم المعرفة. 3 سنوات اللي عاشوها مع يسوع بالرغم من العجيب اللي سواها وبالرغم من المعجزات اللي عملها قدام التلاميذ، يمكن ما عندهم ثقة. سواها يسوع هاي المعجزات حسب فكرهم حتى يكسبهم يسوون عمل آخر ثوروي، ثورة يريد يقلب الحكومة، فاحتمال هاي التفكير الأرضي. لهذا السبب نقول هذا الكلام، لأنه جدتي أم أولاد زبدي قالت لما شافت يسوع هكذا الشعب كله ده يصرخ وشعنا في العالي فرحت، معناته مملكة يسوع صارت، واحد يسوع عن يمينك واحد على اليسارك. فإذا المعرفة مهمة والثقة. النقطة الأخرى المحبة. إذا ما أحب يسوع معناته ما راح أحكي معاه. يسوع عرف أفكارهم ويسوع يعرف أفكارنا، ما يباوع على الوجوه، يتفرج على القلوب، يشوف القلوب مالتنا شلونها، نيتنا شلونها، هل هي صافية أم لا. لهذا السبب عرف أنه يريدون أن يسألون، لهذا تسألون قليلا ترون قليلا لا ترونني، سكت التلاميذ. هذا شلون عرف؟ هنا يسوع يعلمنا في الواقع الحالي الكلام على شخص آخر ما موجود، نسمينه نفاق، هيبوكروس. هذا النفاق موجود ومنتشر. يسوع لما يقول عرف أفكارهم، مثل ما قلنا معرفة من نعرفها احنا، يسوع يا ما عندنا ثقة يا ما نحبه. فلما بدنا نحكي على شخص غير موجود قدام الآخرين بدنا نكسر بسمعته، يسوع موجود، يسوع يعرف. فإذا احنا حكينا على شخص ما سين من الأشخاص، قلت هذا الشخص كذا كذا كذا، واحنا نأيده مرات، بينما ما حد ما يسأل يا ترى أبونا أنت تعرف هذا الشخص تتحكي عليه، عندك ثقة بينه، هالشكل حكيت بينه صار موقف معك، أنت كنت تحبه حكيت هذا الحكي؟ أجاوب لا. ليش تتحكي عليه؟ فهذا يسوع موجود إذا نحكي واحد على الله. فالنفاق كثير خطر، كثير يقتل، يقتل. مثل عملنا محاضرة يوم الأربعاء الماضي موجودة على صفحة الكنيسة، السفينة شكبرها، اللي حرك السفينة هي هاي الدفة الموجودة نهاية السفينة، هي توجهها يمين ويسار يمين ويسار. هكذا هو الإنسان، شطول وشضخم وطويل عريض قصير شون ما يكون، اللي يحرك الإنسان لسانه. بهذا اللسان يا نحكي مليح نبني هذا الإنسان يا نقتله بكلمة. وكثير حروب صارت والدول خربت بكلمة، بكلمة. هذا واقعنا اليوم، معرفة، ثقة، محبة. بعدين جاب لنا مثل ولا أروع منه، ولا أروع منه. أخت هنادي لما انقرت قالت أتنسى الأم رضيعها؟ بالإنجيل يوحنا ايش يقول؟ يقول المرأة عندما تلد تنسى ألم شدتها. ما لما نتولد المرأة شو راح تقول؟ تقول ايه أنا تعذبت وأنا حيل توجعت وأنا حيل، لا كلها هاي تنساها لأنه شافت جنين بيدها، تنسى كل الألم. شو راح تعيش؟ راح تعيش الفرح. هذا هو يسوع يطلب من عندنا أن نعيش الفرح، ننسى الآلام، ننسى الشدة، ننسى. 2021 خلصت، 2022 خلصت، عشنا 21 جحيم، 2021 جحيم مال كوفيد، بس الحمد لله والشكر هياتنا موجودين مع بعض عايشين. هاي الألم، هاي المضايقات، هاي الإنسان يريد يختبر حياته لازم يفوت بهاي التجارب. الذهب الصافي لازم يفوت بالنار، فإيماننا الصافي والنقي لازم يفوت بهاي المخاطر.
هاي التجارب اللي شيطان يجربنا بيها لازم نعيشها بقوة وإيمان ورجاء. إذا ما عندنا إيمان ورجاء إيماننا باطل. مرفولس يقول قيامة مهمة. شلون أنا أعيش القيامة؟ بس وقت عيد القيامة؟ لا، كل لحظة سقوطي في عمل ما خاطئ أو خطيئة لازم أعرف شلون أقوم وأتكل على المخلص، أتكل على الله، أتكل. هاي هي قيامتنا. لهذا يسوع يقول دائما آمنوا بي وآمنوا بالذي أرسلني. هذا الإيمان مهم لازم نعيشه أخوتي أخواتي المباركين. وشون راح نعيشه؟ بأعمالنا، بأفكارنا، بحياتنا اليومية، حتى كلنا نفرح مع المسيح الذي غلب الموت بموته على الصليب. نقول المسيح قام؟ نايمين. المسيح قام؟ هيك قوية. إن شاء الله دائما بالصحة والعافية، ربنا يحميكم وربنا يحفظكم جميعا. اليوم أكيد ضيفة جديدة دكتورة هند، هي والدتها من نوتنغهام، من نوتنغهام جت شاركت معنا بهاي الذبيحة الإلهية، وكسبوها خلي تيجي هنا وياكم كل أحد مرة. ربنا يحميكم، ربنا يحفظكم جميعا، آمين. ونطلب قائلين يا رب ارحمنا، يا رب ارحمنا، يا أبا المراحم وإله كل كاسر نطلب منك، يا رب ارحمنا، يا مخلصنا والمهتم بنا ومدبر الكون نطلب منك، يا رب ارحمنا، لأجل البلدان وكل البلدان ولأجل إصلاح العالم نطلب منك، يا رب ارحمنا، لأجل السلام والاستقرار وخصب السنة وخلات الأثمار وإصلاح كل العالم نطلب منك، يا رب ارحمنا، لأجل آبائنا القديس مار فرانسيس بابا روما ومار لويس الكاثوليك الباتريك ولأجل الجماعة التي يخدمونها نطلب منك، يا رب ارحمنا، من أجل شفاء المرضى والفرج والمتضايقين والمكتئبين النفوس نطلب منك، يا رب ارحمنا، من أجل أمواتنا وجميع الموتى الذين انتقلوا إلى من بيننا على رجاء القيامة نطلب منك، يا رب ارحمنا، خلصنا أيها المسيح ربنا بنعمتك وكثر معنا أمنك وسلامك وترحم علينا، آمين. نشتان ودعذادي لو رعد قدشان، أيها الرب الإله القدير نسألك متضرعين أن تكمل معنا نعمتك وتفيض بواسطتنا موهبتك وتغفر برحمتك وحنانك خطايا رعيتك التي اخترتها بنعمتك يا رب الكون، أيها الآب والابن والروح القدس الآن وإلى الأبد. صبروا صبرين لمريا فورين مشيها من يقطيرا المذبح قشا دحفتها ورحمتها بكلمة الله وبالروح القدس ليكون لنا للعون والخلاص والحياة الأبدية في ملكوت السماء بنعمة المسيح.
المجد للآب والابن والروح القدس. نثر على المذبح المقدس العذراء مريم أم الله إلى الأبد آمين وآمين. يا رسل الابن الوحيد ومحبي صلوا لعم السلام في المسكونة ليقول الشعب كله آمين وآمين. ذكراك يا مر يوسف على المذبح المقدس مع الأبرار الصديقين والشهداء المكللين. هبط الرفض على وجهك جميع الموتى ابعدهم يا رب في قيامتك السماء والأرض وكل ما لها وما لها وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله المولود من الآب قبل كل الدهور إله من إله نور من نور إله حق من إله مولود غير مخلوق مساعد الآب في الجوع الذي على يده صار كل شيء الذي من أجلها نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس وولد من مريم العذراء وصار إنسان وصلب عوضنا في عهد بيلاطس تألم ومات ودفن وقام اليوم الثالث كما وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله وإلى سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لملكه إلا ولمن بالروح القدس رب العالمين المثل من الآب والابن ومع الآب والابن يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة لنصلي السلام معنا. صلوا لأجل آبائنا البطارك والأساقفة وجميع الكهنة والشمامسة والفتيان والعذارى وكل الذين رقدوا وخرجوا من هذا العالم بالإيمان والحق وجميع آباؤنا وأخوتنا وبنينا وبناتنا وجميع الرؤساء المؤمنين محبين المسيح وجميع الأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين هنا وفي كل مكان. يمنحنا الله الذي نصرهم بالقيامة من بين الأموات رجاء صالحا معهم ونصيبا وميراث الحياة في ملكوت السماء. يبارك يا رب. نسألك متضرعين أن تعضدنا لنخدمك بمحبة كاملة وإيمان حق ونؤدي لك المجد والإكرام والشكر والسجود الآن وإلى الأبد. Oh,
نعمة ربنا يسوع المسيح، محبة الله الآب وشركة الروح القدس معنا جميعا الآن وإلى الأبد. آمين. ارفعوا أفكاركم إلى العلا. يقرب القربان لله رب الكون. وقديش عصرة بروحا نزغط المعروض وبقروي كالقاعين ومشبحين تلاشى الموقارين هنا الهنا ومرين. في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا بيديه المقدستين ورفع عيني إليك أنت الله أباه ضابط الكون وشكر وبارك وكسر وأعطى تلاميذه قائلا خذوا فكلوا منه كلكم هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم لمغفرة الخطايا. آمين. كذلك من بعد العشاء أخذ بيديه المقدستين كأسا طاهرا وشكر وبارك وناول تلاميذه قائلا خذوا فاشربوا منها كلكم هذا هو دم العهد الجديد الأبدي سر الإيمان الذي يراق عنكم وعن كثيرين لمغفرة الخطايا. صنعتم هذا تعيدون ذكري منا المودين ونرت عقلنا ونصرت طبيعتنا الضعيفة بمراحمك الفائضة فعلى كل هذه النعم نرفع لك المجد والإكرام والشكر والسجود الآن وإلى الأبد. صلوا في قلوبكم السلام معنا. مريا آلاء خيلان اقبل لهذه قربانا دك مقر وقطالهم بدل كلها نعمتيات سخطب سلطة الأبد مات مريم طواني سخطة طليب أحمر يوسف
تكل بابا واثكين وزدي قد شبير قاموا كل نوية وشليحة كل سهدة وديانة. اقبله يا رب لأجل الكنيسة المقدسة الجامعة في كل مكان، لأجل أبانا القديسين فرانسيس بابا روما مع لويس الباتريارك، وأبانا الأساقف والكهنة والشمامسة والرهباني والراهبات. نعم يا رب أقبل هذا القربان لأجل كل المحتاجين والمرضى والمتألمين وكل إخوتنا الراقدين الذين انتقلوا من بيننا. اقبله يا رب لأجلنا نحن الحاضرين ها هنا والمنتظرين رحمتك. استجب صلاتنا واغفر خطايانا وذنوبنا. اقبله يا رب لأجل هذا البلد وسكانه وهذه المدينة وإرساليتنا وأهلها. صنهم بقدرتك من كل الأضرار والمصائب، أبعد عنهم الخوف والعنف، وامنحنا أمنك وسلامك كل الأيام. أيها المسيح سلام السماويين وأمان البشر، وطد الأمن والسلام على الأرض كل، وفي كنيستك المقدسة الجامعة أنهي الحروب وادي الشعوب الداعية إلى الشقاق والعنف، فنعيش حياة هادئة وادعة بالنقاوة والتقوى. ونحن أيضا يا رب عبادك الضعفاء المجتمعين باسمك والقائمين قدامك الآن، إذ قبلنا بالتواتر عن آبائنا ما رسمه ابنك، فأننا نحتفل مسبحين وفرحين بهذا السر العظيم الرهيب المقدس المحيي الإلهي. سر آلام ربنا مخلصنا يسوع المسيح وموته ودفنه وقيامته. آت يا أمارا روح قديس ليأتي يا رب روحك القدوس ويستقر على قرباننا هذا، يبارك ويقدس غفرانا لذنوبنا صفحا عن خطايانا ورجاء عظيم القيام بين الأموات وحياة جديدة في ملكوت السماء مع جميع الذين أرضوك. بأفواه منطلقة ووجوه مشرقة نحمدك على تدبيرك العظيم لنا، ونمجدك دوما في كنيستك المفتدى بدم مسيحك الكريم الآن وإلى الأبد. آمين. طيبنا يا ربنا وإلهنا بعطر محبتك الزكي، واغسلنا به من خطيئة أيها الراعي الصالح الذي خرج باحثا عنا فوجدنا وسر برجوعنا. اغفر لنا خطايانا وذنوبنا التي نعرفها والتي لا نعرفها بنعمتك ورحمتك. تقربنا يا ربنا وإلهنا رحمتك من هذه الأسرار المجيدة والمقدسة والمحية والإلهية، ونحن غير مستحقين. نحن غير مستحقين. قروخ يا ما رب هيمانو تحقان يلشمو القيبت أن يرازق قديش وقاصد حنينوتك رشمو بمرحمانوتك فغرا ودمت مخيانا مارا إيشو عن شيحا شماوا وورا روح القدس العلمي. آمين. يوسم دم سيدنا يسوع المسيح بجسده المحيي باسم الآب والابن والروح القدس إلى الأبد. آمين. نترشم طغرة قديشة بذمم حسيانا
كان مارا إيشو عمشيحا شما وورا روح القدس العمي نعمة ربنا يسوع المسيح محبة الله الآب وشركة الروح القدس معنا جميعا الآن وإلى الأبد لنقترب كلنا بالتقوى والإجلال لنتناول جسد مخلصنا ودمه الكريم لنتذكر آلامه ونتأمل في قيامته بقلب نقي وإيمان حق ولنتقبل إذن موهبة الحياة الأبدية بحب كبير وتواضع عميق ونشترك في أسرار الكنيسة بصلاة نقية وبتأثر بالغ ولنندم من التائبين على خطايانا طالبين الرحمة والمغفرة من إله رب الكل ومسامحين أخوتنا على زلاتهم اغفر يا رب خطايانا وزلاتنا ومنقين نياتنا من الخلافات والخصومات اغفر يا رب خطايانا وزلاتنا ونفوسنا صافية من كل حقد وعداد اغفر يا رب خطايانا وزلاتنا نتناول القربان فنتقدس بالروح القدس اغفر يا رب خطايانا وزلاتنا نشترك في الأسرار بالمصالح والوفاق والمتبادل اغفر يا رب خطايانا وزلاتنا لتكن لنا يا رب هذه الأسرار لقيامة أجسادنا وخلاص نفوسنا وللحياة الأبدية لنصلي السلام معنا اغفر يا رب خطايانا وزلاتنا وقدسنا بنعمتك لنكن أهلا للوقوف دوما أمامك بقلوب نقية ووجوه مشرقة بدالة التي وهبتها لنا برحمتك ندعوك كلنا قائلين أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطنا خبزنا كفاف يومك واغفر لنا خطايانا كما نحن أيضا نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجربة ولكن نجنا من الشرير لأننا لك إلى أبد الأبدين آمين أجل يا إلهنا وأبانا الفائز رحمة نطلب إليك مبتهلين يا رب يا رب لا تدعنا نسقط في التجربة لكن نجنا من الشرير وأعوانه لأن لك الملك والقدرة والسلطان في السماء والأرض هاشا وأخلص وان والعالم عالمين وأغفر ذنوبنا بدمك الكريم
وطهر ضمائرنا بحنانك أيها المسيح رجاؤنا إلى الأبد. مهوت طيبة محيان مرة شمشي عاتش تملى برحمة عن كل العالم عالمي كلنا نحن الذين بموهبة الروح القدس اقتربنا واشتركنا في تناول هذه الأسرار المجيدة المقدسة والمحية والإلهية لنشكر جميعنا سوية ونمجد الله التي لا توصف لنصلي السلام معنا يليق يا رب مدى الأيام ويحق في كل الأوقات أن نرفع لك الشكر والمجد والسجود لأنك أهلتنا بنعمتك نحن المائتين لنقدس اسمك مع الروحانيين ونلتذ بعذوبة أقوالك ونشترك في أسرار موهبتك يا رب الكل أيها الآب والابن والروح القدس الآن وإلى الأبد آمين. الله الذي باركنا بكل البركات الروحية بالمسيح يسوع ربنا الذي أعطانا جسده ودمه عربون الحياة الأبدية هو يبارك جمعنا ويلم شملنا ويقدس شعبنا الذي حضر وتنعم بقوة هذه الأسرار المجيدة المقدسة المحية الإلهية وبعلامة الصليب الحي تكوننا موسومين ومصونين من كل أذية خفية وظاهرة هاشا وخلزوان والعالم علمين آمين. قداس مبارك للجميع ربنا يحميكم ربنا يحفظكم دائما وقداسنا مقدم على جميع النوايا اللي قدمناها اليوم وايضا نذكر بها مرضانا وارساليتنا دائما بالصحه والعافيه. اخوتي ربنا يحميكم ربنا يحفظكم وبركه الرب دائما تكون معكم امين.